يعني ايه حكومة؟ الحكومة هي السلطة التنفيذية، يعني بتنفذ الأحكام والقوانين. الحكومات أنواع كتير، هنعدي على كام نوع منها كده على السريع. النوع الأول الحكومة الفردية، ودي الحكومة اللي بيكون فيها إنسان واحد متحكم في إدارة شؤون البلد كلها، ممكن تكون في صورة ملكية استبدادية، ودي بتخلي الشخص ده غير متقيد بأي قوانين، يطيح في البلد زي ما هو عايز. وممكن تكون في صورة ملكية مطلقة، ودي زي اللي قبلها، بس الفرق ان الحاكم الفرد هنا بيتأيد بالقوانين اللي هو بيحطها لنفسه، ولو حب يغيرها بيغيرها وبعدين يتأيد بيها. شفت الحلاوة؟ وممكن تكون في صورة حكومة استبدادية، والفرق بينها وبين الملكية هي ان الحاكم بينفرد بالسلطة لكنه مش بيورث الحكم للي بعده، بخلاف الملكية اللي بتدي للشخص الحق في توريث الحكم لحد من ولاده. النوع الثاني حكومة الأقلية، ودي الحكومة اللي بتكون السلطة فيها في ايد طائفة قليلة من الشعب، وليها أمثلة كثيرة برضه، منها مثلا حكومة أرستقراطية لما الفئة الحاكمة تكون فئة اجتماعية محددة زي البيض مثلا، ومنها برضه حكومة ثيوقراطية لما الحكم فيها يكون مقتصر على طبقة رجال الدين اللي بيدعوا انهم بيحكموا باسم الرب زي أوروبا زمان، وعندك برضه حكومة عسكرية لما تكون الطائفة المتحكمة في السلطة هي الجيش. وممكن تكون الحكومة في ايد حزب واحد بس، ومش من حق اي حد ينشئ احزاب او يشارك في انتخابات غير الحزب ده، زي الصين وكوريا الشمالية كده. ثالثا حكومة ديمقراطية، ودي اللي السلطة فيها بتكون في ايد الشعب، هو اللي يختار وهو اللي يعزل، والحكومة دورها تعمل اللي الشعب عايزه، وليها انواع كتيرة برضه. حكومة اغلبية نيابية، ودي في النظام البرلماني لما حزب واحد يكون ليه أغلبية مطلقة أكتر من 50% يشكل الحكومة من الحزب. حكومة أقلية نيابية، وده بيحصل لما حزب يشكل الحكومة ويكون تمثيله في البرلمان أقل من 50%، وده بيعرضه للشحاتة على أبواب الأحزاب التانية كل ما يعوز يعدي القانون، وبيخلي إجراء سحب الثقة من الحكومة سهل جدا. ملكية دستورية، ودي اللي يكون الملك بيكون ليه صلاحيات محدودة جدا شكلية في الغالب ومقيدة بالدستور، والسلطة برضو بتكون في ايد الشعب. حكومة وفاق وطني، ودي لما الحكومة تتشكل من ممثلين من كل الأحزاب والأفكار السياسية من اليمين لليسار. حكومة تكنوقراط، وكلمة تكنوقراط دي جاية من كلمتين يونانيتين، تكنو بمعنى تقني أو فني، وكراتس بمعنى سلطة، ودي الحكومة اللي بتتشكل من ناس متخصصين تخصصات فنية، دكاترة ومهندسين وغيرهم، غير المنتمين لأحزاب معينة وغير المسيسين. أيام مبارك كان المفروض أنها حكومة أغلبية نيابية، لأن الحزب الوطني كان بيملك 97% من البرلمان، وفي نفس الوقت كانت حكومة استبدادية لأن كل السلطات كانت في إيد الباشا الكبير، وكان فيها شيء من الملكية لأنه كان بيغير القوانين على مزاجه، وفي نفس الوقت كان ناوي يجيب لنا المحروس ابنه. وعلى رأي الأستاذ أحمد السقا، من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة.